مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة وأسبوع جديد، حلقة جديدة من برنامج السادسة وخطوة جديدة نحو مشوار العشرة يا أهلي إن شاء الله. طبعا مباراة الأهلي والسيمبا التنزاني اللي هتكون يوم الثلاث ده إن شاء الله وهتكون في تنزانيا. آخر كلام عشان أكيد حضراتكم من امبارح سامعين يعني مواعيد كتير قوي للمباراة 3-6-9، على آخر كلام المباراة هتكون الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة إن شاء الله، طبعا في ظهر فريقنا وبندعمه، وهيكون في حضور جماهيري في 30,000 مشجع في المباراة، وده لأنه زي ما السفير المصري يمكن وضح إنه مفيش حالات كورونا في تنزانيا حاليا، وأصلا المباريات هناك بتقام بحضور جماهيري عادي جدا. مباراة مهمة، مهم جدا إن احنا نبقى عاملين حسابها كويس قوي لأنها كمان مش على أرضنا. بالنسبة لنا مباراة صعبة، أو أي مباراة بنشوف إنها صعبة، أي خصم للنادي الأهلي لازم يكون له كامل الاحترام، ولازم طبعا يكون على أتم الاستعداد الفريق في المباراة دي. ولكن بالنسبة لي يمكن عدينا من المرحلة الصعبة أكتر بالنسبة لمباراة المريخ، مش بس عشان الخصم مع كامل الاحترام ليه، ولكن كان في تحديات كتير، وبعد العودة من كأس العالم للأندية وحالة اللعيبة نفسيا وبدنيا، ولكن الحمد لله بشكل كبير قوي اطمننا على فريقنا.